أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج تغطية خاصة، واللي راح نسلط الضوء الليلة خلالها على ما جاء في جلسة مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس، حيث استعرض المجلس خلالها الخطاب الأبوي الشامل لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وما تضمنته من رسائل عدة وتوجيهات عديدة تشكل خارطة طريق للإصلاح. فجاءت الاستجابة السريعة من مجلس الوزراء لتلك التوجيهات من خلال حزمة من القرارات والإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ التوجيهات وتحقيق غاياتها، حيث جاءت قرارات مجلس الوزراء على النحو التالي. أولا، التعاون مع مجلس الأمة في من خلال تشكيل فريق حكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع رئيس مجلس الأمة واللجان البرلمانية لترجمة توجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله. وثانيا، مكافحة الفساد من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية. أما ثالثا، متابعة مجلس الوزراء لكافة الإجراءات اللي قامت فيها وزارة الداخلية تجاه هذه قضية التسريبات الأمنية الأخيرة، والإجراءات اللي اتخذتها الوزارة لتجنب تكرار حدوث مثل هذه الثغرات. ورابعا، الإصلاح الاقتصادي من خلال تشكيل فريق برئاسة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح لمراجعة الخطط والإجراءات المقترحة لمعالجة اختلالات الاقتصاد وإعداد برنامج عملي للإصلاح المالي والاقتصادي أيضا. وأيضا من ضمن القرارات اللي أمس طرحت في مجلس الوزراء هو تعديل التركيبة السكانية من خلال تشكيل فريق برئاسة السيد أحمد خالد الكليب ليتولى تحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية اللي تؤدي لتزايد أعداد الوافدين عن حاجة البلاد. وأيضا من الأمور اللي كانت من ضمن قرارات مجلس الوزراء هو التصدي لانحرافات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشكيل فريق برئاسة رئيس الهيئة العامة للاتصالات وبمشاركة عدد من الجهات المعنية لتقديم التصورات العملية للحد من هذه الانحرافات ضمن إطار القانون. فاصل سريع مشاهدينا ونكمل بقية تغطية خاصة. نشهد بكل أسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس في كيان الوطن ومؤسساته، ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابهها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم. طال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية وما برز من محاول البعض شق الصف وإثارة الفتن، وأود التنويه على أن هذا الأمر يحظي باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته وأخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه بعد أن تم مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مشدداً بأن لا يفتت أي مسيء من العقاب، مؤكداً اعتزازنا بمؤسساتنا الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في تغطية خاصة لأهم القرارات اللي أمس أقرت في جلسة مجلس الوزراء اللي تكون كل أثنين. في موضوع كان مخصص عن كلمة نائب سمو الأمير وولي العهد حفظه الله، أيضا طرحت ضمن جلسة مجلس الوزراء. لذلك يعني كاميرا الأخبار أيضا كانت لها رصد لأعضاء مجلس الأمة اللي كان لهم موقف ثابت أيضا في دعم التوجيهات الأبوية في أعقاب كلمة سمو نائب الأمير
الأخير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، يعني أكد أعضاء مجلس الأمة على أن خطاب سموه كان واضح وصريح من خلال توجيهاته ودعواته في ضرورة مواجهة الفساد، مع التأكيد أيضا على أن ما في أحد فوق القانون، معاهدين أيضا سموه على تنفيذ التوجيهات السامية بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في إقرار التشريعات المطلوبة للتصدي لمثيري الفتن ومظاهر الفساد. خلينا نشوف ردود الأفعال النيابية في هذا التقرير. كلمات سامية ذات رسائل واضحة ومضامين عميقة هي الصورة التي عكستها ردود الفعل البرلمانية تجاه كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. طبعا بلا شك أن خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد بالأمس كان خطاب مليء بالحكمة، مليء بالتوجيهات الأبوية، فيه حرص على المصلحة العامة، حرص على حقوق أفراد الشعب الكويتي وحمايتها من الانتهاك، ولذلك كانت كلمات معبرة. أطال الله في عمر سمو نائب الأمير. كلمته، الكلمة اللي ألقاها أمس كلمة جميلة حازمة حاسمة، وضعت النقاط على الحروف، بالعكس أعطتني أنا شخصيا بتكلم عن نفسي كنائب، أعطتني هذا الزخم اللي يخليني لما فعلا أدافع وأطلع وأقول إن الحسابات الوهمية، إن الحسابات اللي تثير الشقاق وتثير الفتنة وتثير طائفية، تثير ناس على ناس، هذه كلها فعلا لنا الحق في إن احنا نحاربها. لما على رأس هذا الهرم سمو نائب الأمير أعطانا إياها وبقوة وبحزم. تكلم اليوم رسالة واضحة من سمو نائب الأمير وولي العهد، يتحدث بكل جلي ووضوح بأن الكل سواسية أمام القانون وسيحال جميع المتهمين كان من كان إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا ما كنا نناشده في الفترات السابقة. النواب أكدوا أيضا على أن الخطاب السامي لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عكس رغبة صادقة من سموه للمحافظة على المصلحة العامة ومتابعته الشخصية لما يدور في الشأن المحلي. أكد متابعته الشخصية واهتمامه الشخصي بما يحدث فيما يتعلق بالانتهاكات على حقوق الناس والتسريبات الأخيرة، وأشار إلى أنه يتابع الموضوع ويتابع إجراءاته بشخصه بنفسه، وهذا بعث الاطمئنان حقيقة عند أفراد الشعب الكويتي، وهي قضية مهمة جدا. أكد سموه على أن لا يوجد أحد فوق القانون، لا فرد لا عائلة لا مجموعة لا غيره. سموه لما أكد على موضوع التسريبات وإنها بيد القضاء انتهى الموضوع خلاص، لكن وهذا مثل ما قلت لك في بداية كلامي، هذا يعطيني الزخم الأقوى والأكبر للدفاع عن وجهة نظر اللي إحنا نبيها، اللي هو صيانة الكويت وأمنها واستقرارها وكينونتها. ردود فعل النيابية عكست الاطمئنان البرلماني تجاه المواقف الحازمة التي أشار إليها الخطاب السامي لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. لا شك بأن الفساد آفة مدمرة، رأينا كيف حال الفساد أمما متقدمة إلى كيانات مهلهلة يفتك بها الفقر والجهل والمرض، وقد استشعرنا غزو هذه الآفة لبلدنا عبر ظواهر مختلفة، وإذا كنا نشكو من الفساد فليس من المقبول أن يصور البعض الكويت بأنها أصبحت موطنا للفساد، ولنا وقفة جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عز وقوة، وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته، ولكن من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنه جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين، ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطأه، فليس هناك من هو فوق القانون.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا. طبعا للحديث اكثر حول القرارات لمجلس الوزراء والاجراءات اللي اتخذها مجلس الوزراء تلبيه لتوجيهات سمو نائب الامير وولي العهد حفظه الله، يسعدنا ان ينضم الينا عبر سكايب الاكاديمي والمحلل السياسي دكتور ناصر المطيري. دكتور ناصر مرحبا بك. يا هلا منايا، حياك الله ومرحبا، يسعدني لقاكم في هذه الليله ومناقشه هذه التغطيه الخاصه والمهمه ان شاء الله. دكتور ناصر، بشكل مباشر يعني كيف وجدت استجابه مجلس الوزراء لتوجيهات سمو نائب الامير وولي العهد حفظه الله بعد خطاب الحزم والحسم؟ نعم، طبعا بالنظر الى المضامين المهمه يعني والجوهرية التي ضمنها خطاب سمو نائب الأمير وولي عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، هذه المضامين المهمة حددت مواطن الخلل وأماكن العلل وما يهم الوطن والمواطنين بالفعل، وتلمست كل هذه الجوانب بشكل يعني واقعي وحقيقي ومن خلال خطاب مكاشفة ومصارحة وخطاب بالفعل يسجل خطابا تاريخيا، هو الأول لنائب نائب الأمير وسمو ولي العهد. لذلك هذا الخطاب بما تضمنه من مضامين بالغة الأهمية وحساسة وفي ظرف تاريخي مهم وحساس أيضا، لذلك وجدنا يعني الاستجابة الحكومية جاءت ملبية ومتفاعلة بشكل جدي وواضح من خلال يعني سلسلة من القرارات التي يعني قام بها وأصدرها مجلس الوزراء بالأمس ملبيا يعني هذه المضامين السامية لسمو نائب الأمير وولي العهد ليضعها موضع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. لذلك يعني اليوم الحكومة وهي تشكل هذه الفرق وهذه اللجان العليا والخاصة ترجمت خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد هي تتحمل بالفعل مسؤولية جسيمة ومهمة وحساسة في وقت يعني استثنائي وظرف دقيق. لذلك هي اليوم مطالبة بالفعل بوضع هذه المضامين موضع التنفيذ وأن تكون هناك يعني خطوات إجرائية وخطوات تنفيذية على الأرض، يعني تضع هذه المضامين على طريق التنفيذ الحقيقي والواقعي والمعالجة لكافة القضايا والمواطن الخلل التي ذكرت في الخطاب. يعني عندما صدرت يعني هذه المضامين بتشكيل أو هذه القرارات مجلس الوزراء بتشكيل 5 فرق ولجان شملت كافة الجوانب التي يعني جاءت بها ولخصت مضامين خطاب، يعني وأيضا كان فيها توجيهات أيضا معينة دكتور ناصر اللي تضمنها خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد، يعني كانت بمثابة خارطة الطريق أيضا للإصلاح. يعني برأيك دكتور ناصر إلى أي مدى سيساعد ذلك الحكومة في محاربة الفاسدين وأيضا التصدي لمحاربة الفساد؟ طبعا عندما تصدر يعني هذه التوجيهات الساميه من سمو نائب الامير والذي يعتبر ابو السلطات، لا شك هي تعتبر قوه دافعه وسند للحكومه او لفرق العمل التي ستعمل ان شاء الله، قوه دافعه لها وسند من اجل تنفيذ ما جاء في الخطاب من توجيهات بشكل فعلي وواقعي، وتعطيها القوة الدافعة الحقيقية من أجل ترجمة هذه المضامين بشكل فعلي. لذلك هو اليوم المطلوب من الحكومة من خلال هذه الفرق يعني أن تتصف بعدة يعني مميزات مهمة وبعض الدعائم التي تساعدها على ذلك، منها السرعة والإنجاز والتحلي بالجدية والاهتمام الحقيقي وأيضا تحقيق العدالة الناجزة، وكذلك التعامل بموضوعية مع هذه القضايا كونها قضايا يعني تمثل هم وطني يشترك فيه الجميع، الحكومة والبرلمان والجهات الرقابية، لأنه نحن اليوم أمام قضايا حساسة جدا، قضايا الفساد التي بالفعل أشغلت الرأي العام الكويتي ونالت اهتمام كبير من جانب القيادة الكويتية اليوم. لذلك يعني هناك مسؤولية تتحملها الحكومة اليوم بالتضامن مع مجلس الأمة وبالتضامن أيضا حتى مع المجتمع من خلال المشاركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، يجب أن تكون هناك فزعة كويتية وطنية
من أجل ترجمة هذه المضامين التي وضعت بالفعل خارطة طريق حقيقية يمكن أن تقودنا إن شاء الله إلى كويت جديدة، وإلى تجاوز هذه العثرات وتجاوز كافة مواطن الخلل ومعالجة أوجه الفساد وتطبيق القانون وتحقيق سيادة القانون بشكل فعلي وشكل عملي وليست مجرد شعارات. لذلك هذه اللجان وهذه الفرق التي تم تشكيلها من خلال مجلس الوزراء هي اليوم تتحمل مسؤولية وطنية جسيمة، عليها أن تواجهها وأن تتحمل أعباءها وأن تقدم النتائج المرجوة والحقيقية على الأرض من أجل يعني إن شاء الله يعني ترجمة هذه المضامين من خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد بشكل فعلي وواقعي. دكتور ناصر، بما أنك تطرقت إلى تشكيل فريق برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء للتعاون مع مجلس الأمة أيضا، يعني كيف سيساهم ذلك ب خلينا نقول ترجمة توجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد؟ بالتأكيد يعني اليوم التعاون البرلماني الحكومي هو حجر الزاوية في مسألة تحقيق أي إنجاز أو أي رؤية أو ترجمة أي رؤية حقيقية أو نجاح. لابد من تكون هناك تعاون حكومي برلماني، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية يجب أن يتفقا على القضايا التي تمثل الاهتمام المشترك والتي تمثل يعني المطالب الشعبية والتي تؤدي إلى مكافحة الفساد بشكل فعلي وعملي وحقيقي، وكذلك أيضا معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وما يعانيه في الفترة الراهنة، وكذلك معالجة الشوائب وبعض المظاهر التي تثار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدام السيء لها. كل ذلك لا يتأتى إلا من خلال دورين، دور تشريعي يتشارك فيه الحكومة والمجلس بشكل عملي وينظر للواقع الأمور ويرى المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبار، ودور أيضا رقابي يجب أن يقوم مجلس الأمة أيضا بدوره الرقابي لتفعيل الأداة الرقابية البرلمانية من أجل أن تكون إسهاما حقيقيا وفاعلا في مكافحة الفساد وكل مظاهر الانحراف في السلطة أو التعسف أو أي حالات تمثل ظواهر فساد ربما يعني تسيء حتى لسمعة الكويت العالمية والدولية. لذلك اليوم الكويت على المحك الحقيقي، والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية والركن الركين الذي يجب أن تقوم عليه اليوم السلطتين بشكل جاد وبشكل يعني مهم وحساس. يعني عندما سمو ولي العهد قال في الحرف الواحد بخطاب أمامنا العديد من الملفات والقضايا المهمة وهي نتيجة تراكمات طويلة، هناك يعني مكاشفة ومصارحة بالفعل عندما يذكر سمو نائب الأمير ولي العهد بأن هناك هذه القضايا هي نتيجة تراكمات طويلة تحتاج إلى الجدية والحكمة والفكر الخلاق وتحتاج إلى التعاون والإيجابية بروح الفريق الواحد. إذن سمو نائب الأمير وضع يعني جسد أو شخص هذه المشكلات، وبالمقابل أيضا وضع لها الحلول والعلاجات التي يمكن أن من خلالها تجاوزها الحكمة والفكر الخلاق والجدية وكذلك العمل بروح يعني الفريق الواحد، وهذا صلب الخطاب. نعم، مثل ما ذكر دكتور، يعني كل هذا يحتاج إلى التعاون بين السلطتين بالمقام الأول، يعني التعاون بين الحكومة وأجهزتها. يعني دكتور شلون تشوف التعاون بين الأجهزة الحكومية في مواجهة ومحاربة أوجه الفساد؟ ربما يعني خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد ايضا يجسد او شخص بعض الامر من حيث انه ربما قد يكون هناك حاله من بعض التعاون الغير مامول، يعني هناك درجه من التعاون يجب ان تتحقق بشكل فعلي من خلال تنسيق الجهود يعني الحكوميه والبرلمانيه والجهود الجهات الرقابيه. يعني اليوم في الكويت مش على سبيل المثال لدينا اكثر من 12 جهه رقابيه ماليه ومحاسبيه واداريه وغيرها، هذه الجهود ربما تكون مشتتة وتحتاج إلى التنسيق. لذلك جاءت قرارات مجلس الوزراء بالأمس بتشكيل فرق ولجان من أجل ضم هذه الجهود وتنسيقها وتوحيدها من أجل أن تصب في مصلحة وطنية مشتركة وتحقق النتائج المرجوة منها. لذلك يعني اليوم ظاهرة الفساد التي كانت هي صلب هذا الخطاب واستحوذت على الاهتمام الأكبر بحاجة إلى يعني
هيئة أو لجنة أو فريق لجنة عليا أو فريق عمل حكومي يعني يركز الجهود ويجمعها ويعني حتى تنتظم الخطى وتحقق المصلحة المرجوة منها. هذه التعاون يحتاج إلى آليات تشريعية وآليات يعني رقابية وآليات إدارية وعملية. لذلك يعني اللجنة التي ستقوم ب يعني مسألة مكافحة الفساد أو تحقيق النزاهة وتحقيق رؤية وطنية للنزاهة هي أمامها مسؤولية كبيرة وجسيمة، تحتاج منها أن يعني أن تنظم جهودها وتحقق التعاون المثمر بروح الفريق الواحد. دكتور ناصر، يعني ملفات عديدة أشار إليها سمو نائب الأمير ولي العهد، يعني أيضا من أبرزها اللي هو الإصلاح الاقتصادي، كان أحد أبرز الملفات اللي أشار إليها سموه يعني في هذا الخطاب. يعني لذلك جاء تشكيل فريق مكلف في وضع خلينا نقول خطط لتحقيق الإصلاح. برأيك شلون راح تساهم تلك الخطوة في معالجة هذه الاختلالات وكيفية تحقيق الإصلاح الاقتصادي؟ طبعا اليوم الإصلاح الاقتصادي مسألة جوهرية طرحت في خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد وحظيت باهتمام واضح وجوهري. كون انه اليوم يعني كنا نعاني من نوع ما عجز بالميزانية، وجاءت جائحة كورونا العالمية لتفاقم هذا الوضع وتؤثر تأثيرات مباشرة وحقيقية وفعلية على الموازنة العامة للدولة. لكن علينا أن ندرك أولا يعني حتى لا يكون هناك حالة من الهلع، الكويت اقتصاديا تتمتع بملاءة مالية، ولكن من ناحية الميزانية السنوية هناك عجز بالميزانية، وهذا يتطلب يعني بعض الجهود وبعض الإصلاحات التي تتحقق بشكل يعني عملي ومثمر حتى يمكن يعني تحقيق الإصلاح الاقتصادي بشكل مستدام وبشكل يعني إيجابي. لذلك يعني اليوم هناك مرتكزات مهمة يجب أن تقوم عليها عملية الإصلاح الاقتصادي، أهمها يعني تطوير البيئة التشريعية في الكويت ومن خلال النظام القانوني ومن خلال البيئة التشريعية الحاضنة للوضع الاقتصادي بشكل سليم، ومن خلال أيضا تطبيق أنظمة الحوكمة المؤسسية. الكويت يعني على مستوى القطاع الخاص هناك تطبيق للحوكمة بشكل يعني ممتاز، ولكن على بالنسبة للقطاع المؤسسي الحكومي لا تزال الحوكمة لم تطبق بشكل الكامل. ربما بعض الجهات الحكومية طبقت هذه الحوكمة باعتبارها يعني الحوكمة لو نظرنا إلى مبادئها مناير هي تشمل مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة والمشاركة، كل هذه المبادئ تتحقق من خلال تطبيق أنظمة الحوكمة المؤسسية لو تم تطبيقها والأخذ بها بشكل جيد من خلال التنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والهيئة العامة للتخطيط. لذلك هذه المسائل جوهرية ومهمة في تحقيق يعني إصلاحات اقتصادية جوهرية. كذلك يعني من المهم جدا عند تحقيق الإصلاحات الاقتصادية حتى تكون مقنعة أنه لا يكون تحقيق الإصلاحات وما يحدث من عجز الميزانية على يكون على حساب جيب المواطن كما يقال، ولكن يجب أن يصاحبها أيضا إصلاحات حقيقية هيكلية وإصلاحات في محاربة ومكافحة الفساد والفاسدين. هذا يرجعنا دكتور إلى النقطة الأساسية والأولى، هي أهمية يعني تعاون السلطتين مع بعض وتعاون الأجهزة الحكومية مع بعضها لتحقيق يعني الأمل والهدف المنشود. الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور ناصر المطيري، شكرا جزيلا لك لانضمامك عبر سكايب معنا اليوم في تغطية خاصة. مشاهدينا فاصل ونواصل بعد قليل برنامج تغطية خاصة. قد حضر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه مرارا من خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما تشكل من معاول هدم وتخريب للبنيان مجتمعنا وقيمة فضله، وما تحفل به من افتراءات وإثارة الفتن وإشاعة الروح الإحباط والتشاؤم،
واطلاق الاتهامات دون دليل، ولن نسمح لقلة الضالة بجر بلدنا إلى الانقسام والفوضى باسم الحرية الزائفة. الأمر الذي يوجب الإسراء بترجمة التوجيه السامي بالقضاء على من أسماهم سموه حفظه الله ورعاه بأشباح الفتن، حفاظا على أمن البلاد وصيانة مجتمعنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وما زلنا في مرحلة تحليل وتفنيد يعني أهم القرارات اللي برزت أمس في جلسة مجلس الوزراء. لذلك ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد الحداد للحديث أكثر حول هذه القرارات من مجلس الوزراء وإجراءاته، واللي جاءت في أعقاب الخطاب الأبوي الشامل من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، واللي تضمن العديد من الرسائل والتوجيهات الحكيمة. دكتور محمد، مرحبا بك في تغطية خاصة. يا أهلا، مساء الخير. بداية دكتور، يعني ما هي دلالات استجابة الحكومة السريعة لتوجيهات سمو نائب الأمير ولي العهد حفظه الله في هذا الخطاب؟ بس العفو، ممكن تعيدين السؤال مرة ثانية؟ نعم دكتور، ما هي دلالات توجيهات سمو نائب الأمير ولي العهد في خطابه المسؤول عن الحزم والحسم؟ تفضل دكتور. في الحقيقة الدلالات كثيرة التي يمكن أن نقرأها في استجابة الحكومة لتوجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد حفظ الله. خطاب سمو نائب الأمير كان خطاب واضح، وإذا أخذنا بالاعتبار بأن هذا يعتبر أول خطاب منذ أن سافر سمو أمير البلاد حفظه الله الشيخ صباح في 23، إذا ما تخوني الذاكرة 23/7، الله إن شاء الله رجع لنا بالسلامة، إن شاء الله مشافة معافة. أقول خطاب واضح لأنه تضمن رسائل قوية وحازمة واضحة للحكومة، يدعوها للعمل والتصدي، وكان أيضا خطاب مو بس حق الحكومة، خطاب حق المواطنين، رسائل للكل، للكبير قبل الصغير، بأن ما في تهاون في أمن البلد، هذا استقرار وطن، أمانة مطلوبة من الكل. كان في خطابه حازم وواضح، وكان الخطاب أنا أعتقد مبني على أسس وركائز، كان أبرزها اللي فيها الحكومة استجابت بسرعة لهذه الركائز. يمكن أبرز ركائز أنا أقدر أتكلم عنها على عجالة كذي، يمكن نتكلم عن محاربة الفساد. يعني سمو نائب الأمير استخدم مصطلح جميل جدا، قال إن محاربة الفساد واجب شرعي، واجب شرعي، أعطى الصفة الشرعية بالإضافة إلى أنه واجب وطني، ما هو خيار الإنسان إن يختار يحارب الفساد ولا ما يحارب الفساد. أي مواطن ملزم بأنه يحارب الفساد. وذكر في ركيزة أخرى أيضا استجاب لها المجلس، اللي هي عقاب المخطئ أيا كان هذا المخطئ، سواء كان من أبناء الأسرة أو من غيرهم من المتنفذين اللي موجودين في البلد وهم كثر. طبعا القانون هني ما في أحد فوق القانون، الجميع سواسية في عقاب المخطئ، بمعناها العدالة في العقاب، أن يكون هناك عدالة في العقاب. أيضا نقطة أساسية ينبغي أن ننتبه لها نحن المواطنين في هذا الجانب، بأن اللغط والحكي والكلام زاد في هذا الخصوص فيما يخص الثقة في مؤسسات الدولة. إذا كان مثل ما قال سمو نائب الأمير، إذا كان في أخطاء من البعض، ترى هذه الأخطاء ما ينتقص أو ينقص من قدر ومكانة المؤسسات، وخاصة المؤسسات الأمنية. ثم ركز أيضا في خطابه على العمل بروح الفريق الواحد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد على أن هذا ممكن يعظم الإنتاج إذا ما تعاون السلطة التنفيذية والتشريعية مع بعض. ثم ايضا، وهذا ايضا من الاشياء الجميله اللي ذكرها في خطابه سمو نائب الامير، لما حكى عن اشباح الفتن اللي هو الرفض القاطع والحازم لاثاره الفتنه عبر مواقع التواصل والاسراع بالقضاء على ما حسين يسميهم اشباح الفتن. هذه الركائز الاساسيه استجابت لها الحكومه وعلى عجاله وباحترافيه كذلك. استجابت بتشكيل اللجان ذات العلاقة، شكلت لجنة للتنسيق مع مجلس الأمة يرأسها سمو رئيس مجلس الوزراء، تهتم بالمواطن والقوانين المتعلقة بمصلحة المواطن،
ثم تم تشكيل أيضا لجنة أخرى لاستجابة لهذا الخطاب، لجنة خاصة بالفساد، لجنة لمكافحة الفساد مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد في الدولة. دكتور محمد، فيما يتعلق بمكافحة الفساد، يعني أقرت الحكومة تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى أي مدى دكتور ستساهم هذه اللجنة في تحقيق الهدف المنشود منها؟ طبعا أنا أعتقد قرار تشكيل هذه اللجنة العليا برئاسة سمو رئيس الوزراء مؤشر على مدى أهمية وخطورة هذا الموضوع اللي هو موضوع الفساد. أنا عندي قناعة تامة بأن لجنة بهذا الحجم هي القادرة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك تفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية، لأن أختي في الآونة الأخيرة الناس بدأت تكيل التهم لجهات حكومية مختلفة بأن هذه الجهات الحكومية شاركت بشكل غير مباشر فيما يحدث من فساد بسبب غياب الرقابة والتكامل بين الأجهزة الرقابية. أنا أعتقد وجود هذه اللجنة راح يساعد في حل بعض من هذه الإشكاليات اللي واجهناها في السابق. أنا أعتقد أن لجنة بهذا الحجم سيكون لها القدرة، مو بس القدرة، القدرة والإمكانية والسلطة في متابعة كل المخالفات الواردة بتقارير الجهات الرقابية على أعمال الوزارات، وكذلك أن بالتأكيد راح تؤدي إلى يعني توحيد الجهود الحكومية لحصر ومتابعة كل القضايا المتعلقة بقضايا المال العام وإجراءاتها سواء داخل البلاد أو خارج البلاد. أنا أعتقد أن اللجنة هذه راح تدفع بقوة بالجهود الطيبة اللي راح تؤدى من قبل القائمين عليها، وراح تساهم بشكل مباشر في تجفيف منابع الفساد الإداري وحتى المالي في البلد. دكتور، يعني قضايا وملفات يعني عديدة طرحت على الساحة لمكافحة الفساد، يعني شلون رصدت تعامل الحكومة مع هذه الملفات اللي هي مختصة في قضايا الفساد دكتور والتعدي على المال العام؟ يعني قاعد أتكلم أنا على بالنسبة للفترة الماضية على الأقل، وهل الإجراءات الوقائية اللي قاعدة تقوم فيها الحكومة كفيلة بمنع تكرار التعدي على المال العام؟ والله شو يا اخي، انا اعتقد بان الحكومه الان قاعده يعني على الاقل الواضح انها قاعده تسير بخطى ثابته، وخاصه بعد خطاب سمو نائب الامير بهذا الخصوص وتوجيهاته الساميه. انا اعتقد الان دورنا احنا كمواطنين ان نعطي الثقه، ان نعطي الثقه بالاجهزه الحكوميه المعنيه، نعطيها دورها الحقيقي في التعامل مع هذه القضايا، وان لا ننجرف وراء القيل والقال، وخاصة فيما يتم تداوله من إشاعات في وسائل التواصل. هذا شيء مهم. أما فيما يخص الإجراءات الوقائية، إن شاء الله تكون كفيلة بمنع تكرار التعدي على المال العام. أنا يعني مع التعامل بشراسة مع من تسول نفسه بالتعدي على المال العام، أيا كان من هو. وهذا ما ينبغي أن تنهجه الدولة، أعتقد الشدة والعدالة في التعامل مع الناس فيما يخص هذه القضايا. نعم دكتور، يعني أكد أيضا سمو نائب الأمير ولي العهد في خطابه ثقته في سمو رئيس مجلس الوزراء، يعني في رأيك إلى أي مدى راح يساهم هذا الشيء في دعم الحكومة في التصدي للفساد وتجفيف منابع الفساد؟ أنا أعتقد أني استمع إلى خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد، أنا استمعت إليه بالتفصيل واستمتعت في الاستماع إلى هذا الخطاب اللي يتميز بالشفافية والوضوح والشدة والحزم، بأن يؤكد بشكل واضح بأن هناك درجة كبيرة من الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء، وهذا بالتأكيد أنا أعتقد سيكون حافز للرئيس لرئيس مجلس الوزراء بالعمل حتى يكون في مستوى هذه الثقة. وأنا أعتقد أيضا أن هذه الثقة التي أولاها سمو نائب الأمير لرئيس مجلس الوزراء سيكون دافع بأن يقف الناس وراء سمو رئيس الوزراء، لأن نائب الأمير يثق بإمكاناته وقدراته للتصدي لمثل هذه القضايا، إذا ما طبعا يسرت له الأمور المناسبة وكان في فريقه منهم بكفاءته سند لا حمل ثقيل عليه، يعني أنه يكون اللي معاه يساندونه ما يكونون عبء عليه. أنا أعتقد أن سمو رئيس الوزراء مع الفريق ماله إن شاء الله ينقلونا إلى بر الأمان فيما يخص القضايا التي نواجهها. أنا أعتقد أن الحكومة استلمت إشارة من سمو نائب الأمير بالعمل للتصدي للفساد، وأنه داعم لكل الإجراءات التي تتخذها
الحكومة في هذا الشأن، وسيكون بالتأكيد سندا وداعما لعملهم، مما يعطيهم طبعا الحماس والانطلاق في هذا الأمر. دكتور محمد، يعني نعم. It is a go ahead signal مثل ما يقولون، go ahead signal. نعم دكتور، يعني أيضا من الملفات نقول اللي فيها معضلة كبيرة هي موضوع أو ملف التركيبة السكانية. يعني ملف التركيبة السكانية ومعالجته دكتور كان أيضا حاضر أيضا في المشهد، يعني شلون تشوف استجابة الحكومة في معالجة هذه المعضلة؟ المعضلة السكانية أو بالأحرى الحكومة مع موضوع الخلل الديموغرافي، أنا أعتقد الحكومة مسكينة. وأقول مسكينة ليش؟ لأن هذا الخلل ليس بجديد على الكويت ولا حتى على دول الخليج. بالنسبة للكويت نقدر نقول بأن استفحل في سبعينيات القرن الماضي، ثم صار في يعني وضوح أكبر في الثمانينات من القرن الماضي، ثم شوية تعدل في بداية التسعينات بعد التحرير أو بعيد التحرير شوي، بعدين ردت المشكلة مرة ثانية وأصبحنا كمواطنين أقل من تقريباً 35% من إجمالي السكان اللي بالغ تقريباً حوالي 4 مليون وكسور 4 مليون 600 ألف. يعني لو نشوف مثلاً توزع هالبشر اللي موجودين اللي هم غير المواطنين، نلقى حوالي تقريباً 500,000 في القطاع الحكومي، 464,000 في القطاع الحكومي، ونلقى حوالي تقريباً 1,750,000 في القطاع الخاص، وفي العمالة المنزلية أيضاً رقم لا يقل عن ذلك حوالي 750,000. وبالتالي طبعاً مناصرة بين الذكور والإناث، بالتالي هذا يمثل خلل سكاني كمي ونوعي. من اللي سببه؟ والله انا يعني اسمحي لي اني اقول اللي سببته ايضا الحكومه ساهمت في تسبيب هذا المشكل الاساسي في السابق، لانها ما قدرت تتعامل معه بشكل جذري من البدايه. انا اعتقد ان السياسه الماليه التوسعيه وهي سياسه عامه خاطئه اتخذتها الدوله من في السابق، ساهمت النفقات العامه للدوله في مضاعفه عدد السكان. واحنا دكتور يعني قاعد نشهد في الفتره الاخيره، يعني خاصه مع تزامن يعني نقول جائحه كورونا، يعني في قرارات صدرت فيها التكويت والتعديل للتركيبه السكانيه. أنا طبعا انا ما اقدر اتكلم عن الحاضر، لان الحاضر النتائج ما تبينت، لكن هذا هو الماضي. في مرحله التردد وضعف التعامل الحكومي يعني مع المشكله الديموغرافي السكاني كان سبب، غياب الرؤيه الواضحه في السابق كان سبب، التساهل الكبير مع الفساد ورخاوة القوانين اللي خلقت تجار من يعني تجار يتاجرون في البشر اصبح مصدر ثروة لهم خلل. فبالتالي هذه أكيد أسباب أكيد دكتور، يعني أكيد سمو نائب الأمير ولي العهد لا توجيهات من خلال الرسالة التي وجهها للمواطنين من خلال خطابه. يعني دكتور الوقت يداهمنا والتحليل يعني لا ينتهي. الدكتور والمحلل السياسي محمد الحداد، شكرا جزيلا لك لوجودك اليوم معنا في تغطية خاصة. مشاهدينا فاصل سريع ونعاود بقية البرنامج. هناك قضايا تعليم والشباب والإصلاح الإداري وتركيبة السكانية والخدمات والإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن ينطلق من إصلاح الأجهزة الحكومية ومعالجة الهدر في مصروفات وضبط وتجفيف منابع الفساد وأدواته، إلى جانب القضايا الأخرى المهمة أنها تحديات حقيقية جادة لا تحتمل طرف التسويف والانشغال بالمحاكاة السياسية وتصفية الحسابات وتسجيل النقاط والانحراف في استخدام الأدوات الدستورية الرغابية، الذي لا يحق إصلاح الأمر يستوجب تعاونا جادا فاعلا مخلصا. فالوطن يستحق والمواطنون يتطلعون إلى إنجاز حقيقي ملموس يلبي طموحاتهم في حاضر أمن ومستقبل وغد. أهلا من جديد مشاهدينا. حزمة القرارات اللي أقرها مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس جاءت لمعالجة العديد من الملفات والقضايا المهمة اللي أشار لها سمو نائب الأمير ولي العهد في كلمة اللي وجهها لأبناء المواطنين. لذلك للحديث أكثر بتفاصيل أكثر أيضا ينضم معنا عبر سكايب الكاتب الصحفي رشيد الفعم. أستاذ رشيد أهلا وسهلا بك. حياكم الله. أهلا أخت مناير، حياك الله.
أستاذ رشيد، يعني اتخذت الحكومة عدة قرارات خلال جلستها أمس، كان يتعلق أحدها بالحسابات الوهمية والانحرافات في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني احنا نتكلم هنا تحديدا عن الحسابات اللي تبث الفتن، تبث الشائعات، تبث نقولها حالة من القلق والهلع لدى كل من يطلع على هذه الأخبار المغلوطة، وتضرب قيم المجتمع وتضر أيضا أمن الوطن. سؤالي أستاذ رشيد، يعني شلون تشوف إجراءات الحكومة في التصدي لمثل هذه الممارسات السلبية؟ طبعا خلال الفترة الماضية يعني تابعنا كثير من الحسابات، يعني بين قوسين الوهمية هناك كثير من الحسابات الوهمية، يعني ذات الطابع الإيجابي وذات الطابع يعني التي تدفع بالمجتمع وتنويره وكذا. نحن لا نريد أن نعمم يعني الحسابات الوهمية أنها يعني من أشباح الفتن أو آخر. هناك حسابات وهمية يعني جدا راقية وجدا يعني تدفع باتجاه الأمن، ولكن هناك أيضا حسابات أخرى يعني للأسف كانت هناك بعض يعني عدم التعاون مع الكثير من يعني الجهات الرسمية فيها، ولم يكن هناك تدقيق عليها. لذلك جاء الخطاب الحسم من يعني سمو ولي العهد حفظه الله في ضرورة أن تكون هناك متابعة حثيثة للحسابات التي تثير الفتن. ونحن الآن نضع ما بين قوسين أشباح الفتن، وهي الحسابات التي يعني أكد الدستور الكويتي في مواده يعني الأربع من أن زعزعة نظام الدولة هو يعني شيء كبير لابد من محاسبته. هناك قوانين، الكثير من القوانين المدرجة أو القوانين التي تم إقرارها في المجالس والفصول التشريعية السابقة تحتاج إلى إعادة يعني النظر فيها وتعديلها. فيما يخص بعض الحسابات التي من الواجب ومن الأمانة الوطنية أن يتم يعني إيقافها أو محاسبتها وفق ما تقتضيه يعني أحكام الدستور والقوانين. نحن نريد أن نقول أن جميع الحسابات الوهمية يعني أشباح فتن، هناك كثير منها يعني للأمانة الشديدة كان لها دور وطني بارز وكان لها دور يعني محوري، ولكن نعم نحن كأي مجتمع آخر من المجتمعات سواء يعني على المستوى الخليجي أو العربي أو العالمي، هناك بعض من يريد أن يعني يكب الزيت على النار، وهناك من يريد أن يدس السم والعسل. هذه الأمور يعني وضعها يعني سمو ولي العهد في خطابه أمس، يعني وضع يعني الأمور كلها في مصاف السلطة التنفيذية التي اتخذت بعض القرارات أمس من خلال تشكيل بعض اللجان لمتابعة مثل هذه الحسابات، وأيضا وضع ويعني أيضا المهمة إلى السلطة التشريعية وهو في إعادة النظر في الكثير من القوانين المتعلقة في الجانب الإعلامي. الآن نحن أمام قرارات اتخذت يعني مساء أمس في مجلس الوزراء، وهي تشكيل يعني لجان معينة للنظر ومحاسبة يعني مثل هذه الحسابات التي تثير الفتن. ما هو مطلوب الآن؟ هو مطلوب أن تتخذ الحكومة. أستاذ رشيد، يعني إلى أي مدى إحنا بحاجة إلى مراجعة هذه الوسائل في ظل انتشار الحسابات الوهمية اللي قاعدة تبث الفتن وتسعى إلى شق الصف أيضا؟ طبعا بلا شك نحن أمام يعني نحن أمام منحنى خطر ما حصل خلال الفترة الماضية من تسريبات، ومن نحن نتحدث عن ما يقارب 10 سنوات، وهناك الكثير من الحسابات التي يعني لم يؤخذ على محمل جد محاسبتها أو إيقافها أو إلى آخره. نحن يعني نريد أن نضع الإصبع على الجرح، نريد أن نبحث عن ماهية هذه الحسابات أو ماهية من يثير الفتن، وهذا مطلب وطني. يعني لا لا لا, لا نتحدث عنه ولا نريد أن نتكسب منه، ولكن يعني لا أن تكون هناك ذريعة لحسابات أخرى كان لها طرح وطني وكان لها يعني إيجابيات في المراحل السابقة سواء في مرحلة يعني المجالس الماضية أو الأحداث السياسية التي كانت في عام 2011 و12 و13. كانت هناك كثير من الحسابات يعني غير الواضحة كان لها موقف وطني، وكذلك بطبيعة الحال هناك حسابات لها يعني ما لها وعليها ما عليها. لذلك ما هو رأيي، لم يكن هناك محاسبة فعلية، لم يكن هناك تدقيق على الكثير من يعني الحسابات التي يعني يريد زعزعة نظام الدولة وكما جاء في الدستور طبعا. أستاذ رشيد، يعني هذا الأسبوع يعني مر في قضية
شائكة وحساسة، وهي الحديث حول قضية التسريبات الأمنية واللي جاء فيها. باعتقادك أستاذ رشيد، كيف رصدت إجراءات الحكومة في التعامل مع هذا الملف، وإلى ما يشير سرعة الانتهاء من التحقيق بشأن القضية واللي انتهى بإيقاف عدد من المسؤولين والضباط وإحالة أيضا واقعة التسجيلات المسربة إلى النيابة العامة؟ طبعا هي إجراءات جدا يعني واقعية وجدا كانت ممتازة، نتمنى أن تترجم على أرض الواقع فيما يخص يعني محاسبة مسربي هذا يعني هذه التسريبات الخطيرة بين قوسين. نحن نتكلم عن تسريبات حديث في 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 إحدى المجالس أو إحدى الدواوين أو إلى آخره، نتحدث عن جهاز حساس في الدولة يجب محاسبة من قام بالتسريب ومحاسبة من ضار في التسريب وإلى آخره. الخطوات الحكومية والخطوات التي اتخذها وزير الداخلية فيما يخص يعني إيقاف يعني المختصين عن العمل وإحالتهم إلى النيابة، بلا شك هذا يعني الشيء يسجل للجهات الرسمية ويسجل مجلس الوزراء أنه اتخذ على طول يعني على وجه السرعة الكثير من القرارات المتعلقة في هذا الجانب. هذا يعني الشيء يرفع لها القبعة بلا شك، ولكن نتمنى أن تترجم خلال الأيام وأن تكون هناك محاسبة خلال الفترات القليلة المقبلة فيما يخص محاسبة مثيري مثل هذا يعني التسريبات ومن خرج من التسريبات، وأن يظهر للمجتمع الكويتي محاسبة جدية لمن يثير الفتن أو لمن يريد زعزعة نظام الدولة الذي جاء في الدستور وفي القانون والقوانين الجزائية من ضرورة محاسبته وكشف للمجتمع الكويتي. بالنسبة يعني أيضا من ضمن المواضيع، سمونا أبو الأمير ولي العهد أكد بشكل واضح رفض التعدي على حريات الناس وخصوصيتهم، وأيضا الحكومة أكدت رفضها لكل ما يمس حرية الأشخاص. لذلك أستاذ رشيد، ما دلالات هذا التأكيد على حماية حريات الناس وخصوصياتهم؟ طبعا أردنا الحديث عن خطاب ولي العهد وخصوصيات المجتمع كما جاء وقال المشرع الدستوري أثناء صياغة الدستور، قال أمير الدولة هو أبن لهذا الوطن. لذلك ترجم سمو ولي العهد في خطابه أمس هذه الصفة التي أطلق عليها المشرع الدستوري أثناء صياغة الدستور قبل 60 عام وأكثر، أكدها من خلال الخطاب، أكد ذلك من خلال تمسكه بالمواثيق الدستورية وفي مواد الدستور ومواد 43 و44 وإلى آخره والمتعلقة بالحريات، من أن حرية المواطن وأسرارها الخاصة هي يعني محل تقدير ومحل اهتمام من قبل السلطات التنفيذية. لذلك أنا أعتقد أن الخطاب الحاسم إن صح التعبير ما جاء في يعني خطاب سمو ولي العهد هو خطاب امتثل للمواد الدستورية وأكد ما جاء في المواثيق والمواد المتعلقة بهذا الجانب. الكاتب الصحفي رشيد الفعم، شكرا جزيلا لك لانضمامك اليوم معنا عبر سكايب في تغطية خاصة. مشاهدينا فاصل وعودة بعد قليل. إن المحافظة على أمن الكويت وتعزيز استقرارها مسؤولية الجميع، وهي هدفنا الأعلى، وهي قمة الأولويات. وقد أكد الشعب الكويتي حرصه على كيان الوطن بذل الروح والدم والغالي والنفيس فداء له، وحفاظا على سيادته وجسد أروع صور الوحدة الوطنية والتلاحم مع قيادته في تجاوز كافة التحديات والمخاطر التي تزخر بها صفحات تاريخ الكويت الناصع، حرة أبية عزيزة جانب عالية الرأي. لدينا نعم التحديات كبيرة والمسؤولية مشتركة، الوطن هو ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، فلنكون على قدر المسؤولية ونحرص على ممارسة الدور الإيجابي والمسؤول في دعم الجهود للقضاء على كافة أوجه الفساد ومظاهره حتى تستمر مسيرة النهضة والبناء. فلدينا من الآمال والطموحات ما يقتضي أن نشمر عن سواعدنا لتحقيقه وإنجازه. دمتم بود، مع السلامة.